السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على الحبيب المصطفى. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو على أحسن ما يرام. أول حاجة كنفكروا فيها فاش كيقرب رمضان، تصبير الحمص، لأنه كيسهل علينا بشكل كبير باش نوجدوا الحريرة المغربية. غادي ناخدو الحمص، أنا كنخزنو هاد البيادة، ما كنقيه ما حتى حاجه، كنخليه كما شريته، وكندير له ملح الحيه والفلفل الحار. والان غادي نغسلو ونحيد له الملح ونخليه لمدة يومين في الماء، وهاد العملية راها ناجحة. تقريبا هاد الحمص عندي تقريبا سنة ما سوس ما حتى شي حاجة، مفهومة. الحمص من بعد ما رقدته في الماء لمدة يومين الحجم ديالو تضاعف ما شاء الله. غادي ناخدو طنجرة، كتعاود مورايا الهضرة. غادي نشوف هذه الا جاتني صغيرة نستعمل اخرى اكبر. غادي نضيفو له الماء الكافي فاش يطيب، باش ما نبقاوش كل ساعة كنضيفو الماء. هاد القطرات مزيت الزيتون غير باش ما يفيضش، اما الملح نخليوه حتى الاخير حتى يقرب يطيب. ضفت له 3 وريقات الغار او سيدنا موسى او اللوريل، والان غادي نخليه يطيب على نار مهيله وياخذ وقته في الطياب، ونكملوا باقي المراحل ان شاء الله. اما بالنسبه للرغوه فيما تبان زولوها ما نخليوهاش، راها ما فاضتش. واخا دار الرغوه ما فاضتش لاننا درنا زيت الزيتون، وهذا هو الدور ديالها. اما بالنسبه للرغوه فيما تبان زولوها ما نخليوهاش. راني شاعلة النار مهيلة باش يطيب على خاطرو، ولا بغيتو تزيدو الماء زيدو الماء يكون طايب. نطيبوه بدون طنجرة الضغط باش يبقى محافظ على المكونات ديالو من الأفضل. وأهم حاجة في التصبير كما كتعرفو هي تعقيم القارورات. نخليهم يطيبوا نصف ساعة أو ثلث ساعة فقط. والمكونات المفيدة والقوية الغنية بالفيتوستروجينات البذرات، هنا عندي الزنجلة مغلب عليها لان تسالوا لي البذرات، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله في فيديو اخر. اذا غادي نضيفو القليل، لاننا كنعرفو في رمضان كنكونوا مشغولين الشهيوات، غادي نساو هاد الحويجات، لذلك نوجدوهم في الاساسيات. والملح غادي نضيفو الماء ونخليوه يزيد يطيب. غير يطيب نعاود نديرو في القريعات ونعاودو فيه الطياب مرة أخرى مرة نصف ساعة. قريعة تعقمو، الآن غادي
نعمرهم بالحمص. والان غادي نحاولوا نغلقوا عليهم باحكام. غادي ناخذوا طنجره ونفرشوا في قلبها منديل او فوطه صغيره، ونغطيو عليهم بالماء ونخليهم يطيبوا تقريبا ساعة إلا ربع. المهم يتغطوا بالماء. من بعد ما مرت ساعة تقريبا صافي راني طفيت عليها، ولكن ما غاديش نجبدهم دابا، غادي نخليهم حتى يبرد الماء عليهم، عاود نخليهم حتى الصباح باش يكملوا الطياب ديالهم في هاد السخونية. هانتوما كما كتلاحظوا دابا القريعة راهم مبومبيين، الصباح ان شاء الله غادي يصبحوا مقعرين. عندي فيديو على القناة شاركت معكم الطريقة بالضبط باش نعرفو القرعة واش تصبرت ولا لا ديال تصبير السمك. غادي نخليه لكم في اول تعليق ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو، لا عجبكم بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.